حطينا هنا شوية زيت، حطينا معاهم الدجاج اللي احنا مقطعينه شرايح، بعدين حطينا البصل وفلفل ألوان وتوم، حطينا بعد كده بعد ما استووا مع بعض حطينا المشروم آخر حاجة، حطينا البهارات بتاعتنا واللي هي كانت كمون، كزبرة ناشفة، والبهارات المكسيكية، وكمان ملح وفلفل طبعا. شرائح الدجاج المكسيكي، 4 صدور دجاج شرائح، فلفل أحمر وحبة فلفل أخضر وفلفل أصفر، كوب مشروم، حبة بصل، 2 فص ثوم، ملعقتين صغار كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة كبيرة بهارات مكسيكية، 3/4 كوب جبن كريمي، خبز تورتيلا، يا عيني جبنة شيدر حمراء مبشورة، كزبرة خضراء للوجه، حبة أفوكادو للوجه، وبصل أخضر للوجه. طيب أنا بس حطيت دلوقتي الطاسة على النار، المقلاية، بس السكينة نقطع بيها الفراخ شرايح زي ما احنا يعني زي ما ده بنقطع الشاورما. تمام؟ تمام. وبعدين حلوة السكينة دي، ممتازة. بعدين هنحط له طبعا انت عارف التوابل بتاعت الاكل المكسيكي كلها شبه بعضها، يعني مثلا من الانشيلادا للبوريتو للفاهيتا للناتشوز كلهم شبه بعض. هو الحاجة اللي بتبقى اساسية فيهم دايما 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 الكزبرة الناشفة تمام والكمون. اوكي، دول على طول حاجة مشتركة بين كل التوابل المكسيكية. والافوكادو، اوكي، هاي توابل الافوكادو بيكون كمان، الافوكادو بيبقى طبق بيتحط يا اما على الوش يا اما جانبي، بيتعمل منه الجواكامولي، يعني على حسب انت عايز تقدمه ازاي. تمام. هحط الفراخ الاول، دجاج. انا عايزه اخلص الوصفه دي في السريع علشان شويه الكيكه فيها شويه خطوات. تمام. ودي يعني وصفه لذيذه جدا بس في نفس الوقت سريعه. يعني لما ما تكونش عارف شو بدك تطبخ سويها تطلع لذيذه قوي. وجبنه وحاجه كده طعمه يعني. جميل. طبعا لازم نحط الدجاج على مقلاة تكون سخنة سخنة جدا. تمام، خلاص. انا بحب دايما احط الدجاج ليه الاول علشان الخضار لو حطيته في الاول هيستوي بسرعة، هاجي احط الدجاج هياخد وقت اطول. هيكون بقى البصل والفلفل والحاجات دي عمالة تتهري. فانا عايزاهم شوية يكونوا شوية شدة حيلها، شوية شدين حيلهم كده، فعشان كده بحط الدجاج الاول. طيب انا دلوقتي بس خلينا هبتدي احط الفلفل والبصل، هحط كل حاجة دلوقتي عندنا علشان تستوي خلال الفاصل. نرجع بعد الفاصل على طول نحطها في الفرن ونكمل وصفتنا التانية. هحط دلوقتي الفلفل والبصل والثوم وبعدين نحط التوابل اللي عندنا. احنا ناقص بس كده المشروم. هذا ايه؟ هنحط كل التوابل اللي عندنا. خلاص تمام كده. المشروم متى؟ المشروم هحطه يعني كمان دقيقتين. تمام. خلاص. طيب. والملح والفلفل هنحطهم طبعا، وكده نبقى احنا ناقص بس علينا المشروم وخلاص. قاعدين بنسوي طبعا اكل مكسيكي، قاعدين بنسوي لنا شرائح دجاج مكسيكي بالبهارات المكسيكية اللي هي أهمها الكزبرة الناشفة، صح؟ كزبرة الناشفة والكمون. الكمون وممكن بابريكا. أنا هحط بس دلوقتي المشروم. أوكي. تمام، علشان هو هياخد بس دقايق على النار. وبعدين نحطها في ممكن بقى تحطوها في أي حاجة يعني. كريمة إمتى؟ ممكن مش كريمة دلوقتي، هنحط لها. هي كويس إن رند ما شافتش الجبنه رند، شافت خضره هنا قالت لك انبسطت. طيب تمام. طيب هنحط الملح والفلفل
تمام. اخر خطوه هنعملها ان احنا هنحط جبنه كريمي، وبعدين هندخل الصينيه بتاعتنا الفرن ونحط على وشها الجبنه التشيدر، ولما تطلع من الفرن هنحط لها شويه بصل اخضر وشويه افوكادو وكزبره خضراء على الوش. تمام تمام. طيب دلوقتي انا هحط الجبنه الكريمي. احنا كده خلاص عندنا ال اسمع طعمها رائع، ما تصورش. انا والله شامم الريحه يا شيف، صراحه الريحه جدا جدا حلوه، هتنبسط عليها جدا ان شاء الله. وانا بحب الاكل المكسيكي صراحه. خلاص احنا دي كده تمام. هاخد الجبنه الكريمي وهنحطها عليها بالشكل ده كده، ونقلبها لغايه ما تندمج. والشيف غدا سكبت الطبق. سكبت الطبق. ودلوقتي هناخد الجبنه اللي عندنا. ثانيه واحده. في طبق بيسموه طبق البؤساء ده، خدتي بالك؟ طبق ايه بقى؟ طبق البؤساء ده، انت ما عندكيش فكره عنه؟ يلا عشان الشوت من هنا. يلا. البؤساء. بؤساء ايه؟ اللي يعني بتحطي لي شويه كده. عايز شوية؟ طب وليه بؤساء؟ ما هو يعني هو طبق البؤساء ده. يلا يا عيني. شكرا. شوية جبنة بقى. اهلا وسهلا. شوية جبنة حضرتك. نعم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم بقى. ما هو انت هنعمل ايه يا حبيبي؟ ما احنا على الهوا. هنشوف. بسم الله. دوق. طبعا. كما تتوقعون الطعم للأكل المكسيكي. وإذا كنت تذوق حدا أكل مكسيكي لأول مرة، هذا هو الطعم المكسيكي. أنا هحط ده في الفرن على درجة حرارة 220. طب ندوق بقى لما نرجع من الفرن بقى. طبعا. بس علشان الجبنة بتاعتنا تسيح. تمام. وزي ما اتفقنا بس تسيح الجبنة هنحط عليها شوية أفوكادو. يلا ما أسكى يا شيف غدا. ألف هنا وشفا. يا لهوي. ام سليمان الله يصبحك بالخير. تفضل يا استاذ عبد الله خليفه. تفضل تفضل. هذا السيحان حطيه له اياه هون، خليه يعرف ايش. استاذ عبد الله تفضل. انا بس هقطع الافوكادو واحطه على الوش والكزبره. الله. هعمل بس كده شويه حاجات. شويه حاجات هنا صغيره علشان خاطر بس كده نقدمها. ماشي ماشي. وبعدين نكمل. تمام. الكيكة. مالكة مطبخنا الشيف. الله يسعدك يا مالكة رب. الدجاج المكسيكي. مالكة الكيك بالكراميل. بس كده شوية لون أحمر. وناخد البصل برضو. شيف جوعتيني وحياة الله. قال لي ما تحطيش كزبرة. اللي هو مين؟ رامي تقريبا. انا ما بحبش الكزبره. انا عندي الكزبره خلاص، مش هنحط كزبره ولا ايه؟ بس هي كانت هتدي له. اسمع، بنحطه وبعدين بنشيلها، ايه رايك؟ نحطه بعدين نشيله عشان رامي. خلاص كده، وبس هنحط كم ورقه كزبره كده وخلاص. تمام. كم ورقه كزبره؟ كم ورقه كزبره يا جماعه؟ كتير ريحه الطبق رهيبة صراحة. اوف. يلا. هي راحت فين؟